توضيح معين ان ما ذكر بشان لجنه نظام الحكم من الغاء منصب رئيس الجمهوريه نائب رئيس الجمهوريه، فهذا كلام لا استلام من الصحه، ولكن اللجنه اجتمعت واكدت على بقاء رئيس الجمهوريه مده كامله مع بقاء نفس صلاحيات نائب رئيس الجمهوريه مع رئيس الجمهوريه، وما اثير ان احنا سوف نتجه لنظام شبه البرلماني، وبالتالي لا داعي للنص على منصب نائب رئيس الجمهوريه ويحل محله رئيس الوزراء، فهذا كلام خال من الصحه. نائب رئيس الجمهوريه باقي في منصبه ما بقي رئيس الجمهوريه لحين اكمال مدته وفقا للمتفق عليه في لجنه نظام الحكم، حيث تم التصويت بالاجماع على بقاء رئيس الجمهوريه الى نهايه مدته. الصلاحيات المعطاه لرئيس الجمهوريه في الدستور الجديد، هل نستطيع التعرف على ملامحها؟ لا والله، بص، الصلاحيات برضك احنا عملنا نوع من التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، جعلنا السلطة التنفيذية برأسين. رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الدولة في العلاقات الخارجية والدفاع وبعض المهام الخطيرة، كعرض الأمور الهامة على الشعب في استفتاء عام، كإصدار تشريعات الضرورة، كإعلان حالة الطوارئ، كفض الاشتباك بين الحكومة والبرلمان، وتركنا باقي الصلاحيات إلى رئيس مجلس الوزراء الذي سوف يتم اختياره بناء على رئيس الجمهورية، فإن لم يوافق البرلمان على رئيس وزارة يعيد تسمية مرشح آخر، ثم إذا لم يتوافق الرئيس مع البرلمان يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء من الأغلبية البرلمانية سواء كانت ممثلة في حزب واحد أو في عدة أحزاب، وفي هذه الحالة تحصل الحكومة على ثقة البرلمان وتكمل مدتها مع البرلمان المنتخب، وفي هذه الحالة يأخذ رئيس كافة صلاحيات المعطاة رئيس الجمهورية باستثناء الدفاع وحقيبة الخارجية والمهام الأخرى المتعلقة باختصاص رئيس الجمهورية.